وقفة احتجاجية نظمها عدد من موظفي قناة عدن بمشاركة ناشطين وإعلاميين من أبنائها في منطقة التواهي. إعادة بث قناة عدن ومحاسبة ناهبي محتوياتها وتكليف رئيس لها كانت أهم مطالب تلك الوقفة الاحتجاجية. واعد روس الزبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع للتدخل لإنهاء معاناة الإعلاميين والعاملين في القناة وتحقيق المطالب التالية. المطالب جاءت بعد عام من سيطرة الميليشيا على المدينة وإغلاقها للقناة وتسريح العاملين فيها وانتحال صفة القناة بما يخدم أجندة الميليشيا. نحن نقول هنا قناة عدن جميع موظفيها جاءوا ويقولوا لنا لفخامة الأخ الرئيس لوزير الإعلام جميعهم هنا الموظفين هم الحماية الكافية لهذا المبنى. وفي ذات السياق جدد المحتجون مطالباتهم رئيس الجمهورية ومحافظ المحافظة بإعادة فتح القناة خاصة بعد تحرير المدينة لما تمثله من واجهة إعلامية وثقافية لأبنائها وبما يخدم الصالح العام والتنمية والمرحلة التي تمر بها البلاد.